وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أشاد النواب بما تمت مناقشته خلال الجلسة العامة، مشيرين إلى وجود إقبال كبير من الشركات العالمية للاستثمار في مجال صناعة التليفون المحمول في مصر، مؤكدين أن الجلسة ناقشت أيضا مشروع قانون آخر في إطار اهتمام الدولة بالمصريين في الخارج وبمنحهم الكثير من التيسيرات. مجلس النواب ناقش تعديلين في منتهى الأهمية، مشروع قانون خاص برفع الأعباء الضريبية على صناعة الهواتف المحمولة سواء كانت في أجزائها أو إكسسواراتها أو كمان إنتاجها، في خطوة مهمة جدا لتوطين هذه الصناعة في مصر. ويمكن احنا قلنا النهاردة في الجلسة العامة انه من الضروري ان ده يكون نهج عام للحكومة المصرية، تخفيف الأعباء الضريبية، يعني رفع الأعباء الضريبية عن الصناعة المصرية عشان نقدر نشوف صناعة قوية تستطيع ان هي تنافس نظيرها في على المستوى الدولي. في نفس الوقت برضو كان قانون مشروع قانون هام جدا وخاص بمنح مزايا إضافية للمصريين في الخارج في مسألة استيراد السيارات. القانون المعروض النهاردة وبنعدل فيه بعض المواد بيعكس اهتمام الدولة المصرية بالمصريين في الخارج والإيمان منها بضرورة الاستفادة من المزايا اللي بتقدمها الدولة ليهم، وعشان كده اتعمل القانون ده. لكن بعد اكتفاء الأثر التشريعي ليه وجد ان الفترات الزمنية الممنوحة في القانون غير كافية بالنسبة للعديد من المصريين في الخارج، ولذلك كانت مواد التعديل عبارة عن تمديد المواد الزمنية سواء بالنسبة للفترة الزمنية الممنوحة للأخذ بالموافقة الاستيرادية للسيارة تمدت من سنة لخمس سنين. بدأ الإقبال على الاستثمار في مصر في صناعة التليفون المحمول اللي بيعتبر مهم جدا، والمصريين بيستهلكوا ما يقرب من 18 مليون تليفون في السنة، وده بيثقل يعني بيبقى يمثل أعباء على الأعباء الاستيرادية بالدولار بمبالغ كبيرة جدا. فمعنى كده ان الإعفاء من رسم التنمية اللي هو 5% وتوطين هذه الصناعة في مصر معناها انه كمان في 10% من الرسوم الجمركية المفروضة على التليفونات المستوردة، يبقى معنى كده ان احنا في خطوة واحدة ان التليفون اللي هيصنع في مصر بالنسبة للمصريين وبالنسبة لانه هيتم تصدير ما يقرب من 40% من التليفون خارج مصر للدول الأفريقية وغيرها من الدول الشرق الأوسط، وده يعني نقلة نوعية في توطين وتعميق الصناعة